أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة كتابة حرف الطاء وحرف الضاد، ثم إنتاج جمل بالترتيب. بمعنى شنو هي إنتاج جمل بالترتيب؟ غنرتبوا الكلمات، نرتبوا الكلمات باش نجمعوا كلمات ونرتبوهم باش يعطيونا جملة مفيدة. جيد، الصفحة ديال اليوم هي الصفحة 61، الوحدة الثالثة مجال الهندام والنظافة، الأسبوع الثالث عشر. قبل ما نبداو الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم أو لايك لهذا الفيديو هذا، واللي مشترك بطبيعة الحال فشكرا شكرا جزيلا له أو شكرا جزيلا لها. جيد، على بركة الله نبداو الحصة ديال اليوم اللي هي حصة الكتابة. أكتب، أكتب، لاحظوا معي ولاحظوا مسار الحرف ثم أكتب. أولا لنلاحظ مسار حرف الطاء، إذا هو هذا، نتبع هذا المسار، هذا اللي باللون الأسود، أو هذا السهم هذا اللي باللون الأسود، وكنكتبو. يعني هذه الطريقة هي باش كيتكتب حرف الطاء، يعني كنبداو من هنا، من واحد نكتب هنا، ثم نديرو هنا رقم اثنان، هاك واحد اثنان. دابا حرف الطاء بهذا الشكل هذا، ثم الشكل بهذا الشكل. جيد، ثم حرف الضاد كذلك بهذا الشكل. اذا كنلاحظوا المسار ديال الحرف، ومن بعد كنحاولوا اننا نكتبوه بديك الطريقه. لدينا هنا حرف الطاء بالحركه القصيره الفتحه طي، كنطقوه طي، بهذا الشكل نديرو طي، كتبنا طي. جيدة، نعاود نكتبو طي. ما تنساوش انكم احترموا السطر، احترموا السطر واحترموا كذلك هذا المسافة اللي بين الحروف، بحال هاد المسافة اللي بين هاد الحرف هي نفسها المسافة اللي بين هاد الحرف كذلك. واحترموا النقط، يعني العدد ديال الحروف اللي غادي نكتبو. حنا دابا عطاونا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فقط، ما نزيدوش وما ننقصوش، وما طلعوش فوق السطر وما تهبطوش تحت السطر، تبعوا السطر. جيد، نعاود نكتبو طاء، ثم طاء، ما نساوش السكن، طي طي، عندنا طي بالكسرة طي، ثم هنا عندنا كذلك ايضا طي. اذا لنقرا ما كتبناه، طي 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 طي. لدينا هنا كلمة بطاطيسو، 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 بطاطيسو. مطلوب منا نكتبها شحال من مرة؟ واحد اثنان ثلاثة، نكتبها ثلاثة مرات. اذا با الشكل، ثم كنديرو طا شوية علينا، ثم كنديرو طي، ثم كنديرو سو. هيا بطاطس، نعاودوها با طا طي سو، بطاطس، ثم با طا طي سو، بطاطس، بطاطس. جيد، ثم الآن ننتقل إلى حرف الضاد. عندنا حرف الضاد بالفتحة واللي هي حركة قصيرة، إذا ضاء كتبو، عندنا ضاء، ثم ضاء، ثم ضاء، كذلك أيضا ضاء، ثم ضاء. دعني نقرأ ما كتبناه، ضاء 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 ضاء. لأن هنا كلمة مريض، مريض، مريض. نعاود نكتبوها
مريضٌ، مريضٌ، وما ننساش الشكل مريضٌ، نعاود نكتبها كذلك، مريضٌ، مريضٌ، ثم مريضٌ، هذا الشكل، ديرو فتحة، مريضٌ، نقرأ ما كتبناه، مريضٌ، 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 جيد، نمر الآن إلى التمرين الموالي. لدينا هنا أرتب الكلمات وأكون جملا. لدينا هنا كلمات، المطلوب منا هو أن نرتبها ونكتب ماذا؟ جملا. لدينا الكلمات نقرأها: الممرض، الممرض، الفطير، الفطير، الفطور، الفطور، الدرس، الدرس، مفيد، مفيد، لطيف، لطيف، مريض، مريض، لذيذ، لذيذ. إذن عندنا كلمات نتمنى كما قلت لكم نكتبوا منها جمل. الممرض لطيف، الممرض لطيف، نكتبوها، ديروا الممرض لطيف، الممرض لطيف، بالشكل هذا. إذن ما بين هذه وهذه، الممرض لطيف، ثم الفطير لذيذ، الفطير لذيذ، جملة أخرى، الفطير لذيذ، الفطير لذيذ، بهذا الشكل بين فطير وهذه، الفطير لذيذ، ثم الضرس مريض، الضرس، نكتبو الضرس، الضرس مريض، مريض، يعني بين هذه وهذه، الضرس مريض. قالت لنا الفطور مفيد، الفطور مفيد، نكتبوها هنا، نكتبوها هنا، الفطور مفيد، الفطور مفيد، هي هذه، فطور مفيد، الفطور مفيد، أحسنتم. إذا كتبنا الممرض لطيف، هي هذه، الممرض لطيف، ثم الفطير لذيذ، هي هذه، الفطير لذيذ، ثم الضرس مريض، الضرس مريض، ثم الفطور مفيد، هو هنا الفطور مفيد. إذا أحسنتم أحبائي الصغار، بهذا كنكون سالينا الحصة ديال اليوم، نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجيئة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.